شنو أكثر شيء أثر بيك في شخصية أبو بكر السمراء؟ شجاعة. يا أخي صعب أنه أنت تذبح في مكان يحيط بيك كل المجرمين وتقف السكين على رقبتك وأنت لا تنحني تنظر إلى السماء بكل شموخ. هذا يعني جدا استوقفني حقيقة. وحقيقة يعني أنا لما أدخل على هذا المشهد بالذات يختل داخلي كثير من الخلجات، تستوقفني كرجل وتستوقفني كإنسان وتستوقفني كمسلم وتستوقفني كعراقي. فهذا الشخص جسد كل معالم الشجاعة بهذه اللحظة.